جزاكم الله خيرا. يقول: في قريتنا عاد في يوم العيد وبعد صلاة العيد يخرج الناس يتزاورون ويزورون كل القرية، ويكون هناك اختلاط بين الرجال والنساء في الشوارع، وتتم المصافحة بين الرجال والنساء، وتمسك المرأة بيد الرجل وتدعو له بالبركة والأولاد والزواج وما شابه ذلك. أفيدونا جزاكم الله خيرا، وما هي النصيحة لهؤلاء، وما حكم مصافحة الرجل للمرأة جزاكم الله خيرا؟ التزاور بين الجيران والأقارب أمر مطلوب ومرغب فيه في يوم العيد وفي غيره، لأنه ينبئ عن صلة الأرحام وينبئ عن حسن الجوار وعن تعارف بين المسلمين والتواصل. التزاور بين المسلمين وبين الجيران أمر مطلوب في يوم العيد وفي غيره. وأما الاختلاط بالنساء ومصافحة النساء ممن ليسوا من محارمهن فهذه منكرات ومحرمات يجب تجنبها في يوم العيد وفي غيره، لما في ذلك من الفتنة التي تحصل بين الرجال والنساء بسبب هذا الاختلاط وبسبب هذه المصافحة. ولا بأس بالسلام بالكلام، يعني يسلم على المرأة ترد عليه أو تسلم عليه ويرد عليها بدون مصافحة وبدون فتنة أيضا. أما إذا خشيت الفتنة فإنها لا تسلم عليه، فالواجب على المسلمين أن يتنبهوا لذلك وأن يبتعدوا عن الفتن وعن أسباب الفتن، لأنها لا تجر عليهم إلا شرا. والتهنئة بيوم العيد لا بأس بها فيما بين المسلمين، بأن يقول: تقبل الله منا ومنك، أو أعاده الله علينا وعليك بالخير والبركة والقبول والمغفرة، أو نحو من ذلك. التهنئة والدعاء في هذا اليوم لا بأس. وكان الإمام أحمد يقول: أنا لا أبدأ بها أحدا، وإذا بدأني بها أحد فإنني أرد عليه. نعم.